شباك الحبايب من الحلويات التراثية الفخمة جدا رغم بساطتها. طبعا اكو شغلات تكمن فخامتها بالبساطة مالتها بدون تعقيد، هذه مثلا. بس اكو سؤال مهم دوما يراودني من السويه، ليش سموها شباك الحبايب؟ بس احنا هم لازم نسأل، ليش سموا ذيج زلابيا وداطلي ولقمة القاضي؟ اعتقد الاسئلة ما لها جواب. تعالوا نشوف طريقة العمل. نحتاج بيضة خلي عليها خاشوكة شاي من الفانيليا، وخاشوكتين كبار من الشكر، خاشوكتين كبار من النشا، كوب من الحليب نخلي نص بالبداية نذوب النشا والشكر، بعدين راح نضيف كوب من الطحين ونخلي عليه النص الباقي من الحليب، راح نخلط زين حتى تمتزج كل المكونات، راح نريحها فد 5 دقائق. بهذه الأثناء نخلي طاوة على النار نحمي بيها القالب بزيت غميج، نخلي القالب بالعجينة ونرجع على الطاوة. متعلس لاصت حركة بسيطة، بس حركة هيك راح ينزل من القالب، يحتاج نار وسط، راح يكون عندكم بهذه الطريقة لطيف جدا. مهم الشيرة تكون ثقيلة حتى يكون مقرمش ويطول عندكم مقرمش فد أطول فترة ممكنة، وبس هيك خلصنا. طبعا ما تتخيلون قد مقرمشة، اسمعوا من ألطف الحلويات اللي ممكن تجربوها بلا منازع. نشوفكم في فيديو جديد.